لنفرض أننا نريد إيجاد ثابت التوازن لتفاعل ثلاثي فلوريد البورون في الحالة الغازية زائد ثلاث سأستخدم لون آخر 3 مول من ال H2O في الحالة السائلة. وهذا التفاعل في حالة اتزان يسير إلى الأمام وإلى الخلف مع 3 مولات من حمض الهيدروفلوريك في الحالة المائية، لأنه تم إذابته في الماء. إذا لم يتم إذابته، إذا كان في الحالة الصلبة، سيسمى حينها فلوريد الهيدروجين زائد 1 من حمض البوريك. إذا زائد 1 من حمض البوريك، وأيضا في الحالة المائية لأنه ذائب في الماء H3PO3 في الحالة المائية. حسن، إذا كيف سيبدو التعبير عن ثابت التوازن لهذا الاتزان أو لهذا التفاعل؟ في مثل هذه الحالة ربما ستقولون: حسنا، هذا سهل، ثابت التوازن كإكوليبريم. سنأخذ الأيمن، الطرف الأيمن، وهذا متعارف عليه، هناك تشابه للطرفين، يمكن إعادة كتابة هذا بأي طريقة، لكن لنفرض أننا سنأخذ الطرف الأيمن. ستقولون: حسنا، هذا يعتمد على التركيز لحمض الهيدروفلوريك، هذا التركيز للـ HF أو المولية للـ HF طبعا للقوة 3 ضرب التركيز لحمض البوريك H3PO3. تذكروا، نأخذ هذا للقوة 3 طبعا، لأنه حتى يسير التفاعل بهذا الاتجاه يجب أن يكون لدينا 3 جزيئات من حمض الهيدروفلوريك، وهذا ذكرناه، وتكون قريبة جدا من جزيء واحد من الـ H3PO3. وإذا شاهدتم الفيديو السابق الذي سجلناه عن ثابت التوازن، هذا يدل على الاحتمالية لحدوث هذا التفاعل. نعم، الاحتمالية، أو الاحتمالية لإيجاد كل هذه الجزيئات في نفس المكان. وبالطبع يمكن تعديل هذا مع الثابت، وهذا ما نفعله عادة، لكن هذا من جانب الناتج أو المتفاعل، يعتمد على أي اتجاه تظهر هذه المعادلة. تقسيم المولية من ثلاثي فلوريد البورون، إذا من المولية من بي اف 3 ضرب، سأستخدم لون آخر، المولية لل H2O للقوة 3. حسنا، وهذا بالطبع السائل ال H2O، إذا هذا هو، سوف نجد هذه فقط. الآن أريدكم أن تجدوا المولية للماء، المولية للماء، ما هو تركيز الماء هنا؟ تذكروا التركيز هو مول لكل حجم، لكن في هذه الحالة ماذا حدث؟ وضعنا غاز ثلاثي فلوريد البورون في بعض الماء لتنتج هذه الأحماض المائية وهي تذوب بشكل كامل في الماء. إذا ما هو المذيب هنا؟ المذيب H2O، إذا solution أو solvent، آسف، is H2O. صحيح أن هذا يدل على التفاعل، لكن هناك ماء في كل مكان، لدينا فائض من الماء. إذا إذا أردتم إيجاد تركيز الماء إنه في كل مكان، هذا ما أقصده، أقصد أنه يصعب علينا حساب تركيز الماء لأنه رقم عالي وعالي جدا. وإذا فكرنا به من ناحية الاحتمالية، سنقول: حسنا، حتى يحدث هذا التفاعل بشكل أمامي نحتاج إيجاد احتمالية إيجاد ذرة ثلاثي فلوريد البورون أو الجزيء، في الواقع هو جزيء في حجم معين، ونحتاج إيجاد 3 مولات من الماء في ذلك الحجم المعين. لكن ستقولون: الماء في كل مكان، هذا هو المذيب، هناك ماء في كل مكان، إذا فقط يجب أن نقلق بشأن إيجاد تركيز ثلاثي فلوريد البورون. يمكن القول: معدل التفاعل الأمامي، معدل التفاعل الأمامي ريت فورورد، المعدل الأمامي سيعتمد على الثابت الأمامي ضرب التركيز الثلاثي فلوريد البورون. الماء في كل مكان، إذا لا داعي لإدخاله في المعادلة، فهو المذيب أصلا، هذا تحدثنا عنه. إذا في المقام هنا لا نضع المذيب. إذا الإجابة صحيحة لهذا هي أننا فقط نضع أي شيء يذوب في المحلول. نعم، لأنه بصراحة التركيز ليس منطقي لأي شيء آخر. وإذا فكرنا بها من ناحية الاحتمالية، هذا أيضا منطقي لأنه هناك دائما ماء حولنا. وإذا قلتم: ما هي الاحتمالية لإيجاد الماء في أي حجم صغير من السائل؟ ستكون 1، إذا يمكن ضرب هذا بواحد، وهذا لن يغير شيئا. دعوني أقول لكم أن أي توازن حيث لدينا حالات مختلفة من المادة، نعم،
يسمى توازن غير متجانس، هيتروجينس، هيتروجينس، نعم، إكوليبريم. حسنا، لذلك دعونا نكتب توازن غير متجانس آخر هنا. لنقل لدينا H2O في الحالة الغازية، نعم، وهو بخار طبعا، إذا لن يكون المذيب هذه المرة، زائد الكربون في الحالة الصلبة، ولنقل أن هذا في حالة توازن مع الهيدروجين في الحالة الغازية، زائد أول أكسيد الكربون في الحالة الغازية. هذا توازن غير متجانس، لأنه لدينا أشياء في الحالة الغازية والحالة الصلبة، والحالة الصلبة من التعريف لا يمكن تذويبها سواء في الغاز أو في السائل، هذا عند التحدث عن المحاليل طبعا. تحدثنا عن الغرويات والمعلقات والمخاليط من قبل، لكن عندما نتحدث عن المحاليل من التعريف، إذا كان هذا في الحالة الصلبة لن يكون مذابا، إذا كان هذا مذاب سنكتب aqueous هنا، سيكون في الحالة المائية. وإذا كنا نتحدث عن التفاعل الأمامي، على ماذا سيعتمد التفاعل الأمامي؟ إذا المعدل الأمامي ريت فورورد، هناك قطعة كبيرة من الكربون تجلس هنا، هذا المكعب الكبير من الكربون هنا، وهناك بخار ماء في حالة غازية حوله بهذا الشكل. إذا اخترنا أي حجم، خاصة إذا اخترنا حجم معين قرب حدود الكربون مثلا، دائما سيكون هناك كربون في الأنحاء، ما يهم هو تركيز بخار الماء، وهذا ما يحدث لدفع المعدل الأمامي. إذا المعدل الأمامي سيكون معتمد على ثابت معين ضرب تركيز غاز الماء أو بخار الماء، نعم. وبالطبع المعدل الخلفي يجب أن نحصل على بعض الـ H2، بعض الجزيئات منه، لنرسم هذا هكذا. لدينا جزيئات الهيدروجين زائد أول أكسيد الكربون، إذا ربما أول أكسيد الكربون يبدو هكذا. إذا المعدل الخلفي الآن، المعدل الخلفي ريت ريفيرس، سيساوي ثابت معين ضرب الاحتمالية لإيجاد كلا هذين الجزيئين في نفس المكان. بالطبع الاحتمالية تعتمد على التركيز كما تعلمون، نعم، لذلك تركيز الـ H2 ضرب تركيز الـ CO، ولإيجاد كلاهما أو كلاهما نضرب الاحتمالية لأننا نريد هذا وذاك، ضرب تركيز الـ CO، دعونا نكتب هنا. إذا عندما يكون التفاعل في حالة اتزان أو متوازن، هذين اثنان يساويان بعضهما البعض، هذه R هنا، إذا سيساوي الثابت ضرب H2 ضرب أول أكسيد الكربون أو تركيز أكسيد الكربون، تقسيم كلا الطرفين على K وعلى H2O، نحصل على المعامل الأمامي أو الثابت، نعم، أو أيا كانت تسميته، على الثابت الخلفي هنا. أنا فقط أقسم على كلا الطرفين لنقم بالنسخ واللصق، يساوي هذا، نعم، ومقسوم على هذا، نسخ ومن ثم لصق، نضعه هنا. إذا سمينا هذا ثابت التوازن هنا كي، لأنهم فقط ثابتين عشوائيين كي إكوليبريم، إذا يمكن تسميتهما ثابت التوازن. سترون أن هذا منطقي لتجاهل الحالة الصلبة في التفاعل المتوازن. إذا الفكرتين الأساسيتين هنا عند حساب ثابت التوازن، انتبهوا، يجب تجاهل الحالة، أو يجب تجاهل المحلول، دعونا نكتب هنا ignore solution، أو ليس المحلول، آسف، تجاهل المذيب في المثال الأول، حيث قمنا بعمل ثلاثي فلوريد البارون مع الماء، الماء كان مذيب إذا تجاهلناه، لأن الماء في كل مكان، وأيضا نتجاهل الحالة الصلبة كما في المثال الثاني ignore solid. على أي حال ربما سنستخدم هذه في المستقبل في حل أمثلة حيث نحسب ثابت التوازن فيها. يكفي الآن، أراكم في الفيديو التالي.